صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد من بلاتو برنامج كيف الحال. رجعنا للحلقات ديالنا هنايا من البلاتو وسعداء بلقياكم وسعداء كذلك بلقائنا من جديد مع الاخصائيين ديالنا، وحنا محترمين مسافه الامان ومحترمين كل التدابير الاحترازيه يعني هنا وسط الطاقم، وكان لابد ما نرجعوا هنا باش نكملوا معكم يعني هذه المعلومات هذه اللي كنقتسموها حنا وياكم، ونظرا للاهميه ديالها لان الموضوع ديال اليوم هو مهم جدا يخص بالذات تلاميذ أو المرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، وهذا الموضوع غادي نهضروا فيه مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور عبد الهادي. صباح النور عزيزة، وكذلك نتقاسم معك الفرحة ديالنا أننا كنا رجعنا البلاطو، رجعنا للمشاهدين الكرام على المباشر. مرحبا بك دكتور عبد الهادي. وهذا الموضوع هذا احنا يعني ما انقطعناش على بعضياتنا على كل حال، وكنا كنشتغلوا عن بعد يعني سواء في التلفزيون او لا بالنسبه للراديو، ولكن بغيناك نيت تكون معنا باش نتكلموا على وليداتنا اللي كيدوزوا الان، اللي غادي يدوزوا الامتحانات ديال البكالوريا يعني بعد ايام غادي يبداو في اجتياز امتحانات البكالوريا. وهذا العام هذا لا بروموسيون ديال 2020 بروموسيون يعني بارتيكوليير كما تنقولوا خاصه فوالا يعني يكبروا يسولوا انت شخديتي الباك خديتها في 2020، فهي مرتبطه بالجائحه ومرتبطه بالحجر الصحي وهاد الاشياء، ولكن هذا يعني ان هاد الوليدات هادو عندهم شجاعه كبيره وانهم هم ايضا ابطال لانهم صبروا في هاد الفتره هذه، وها هما كيوجدوا في هاد الفتره وغيجتازوا الامتحانات في هاد الفتره، بينما كنشوفوا في مجموعه ديال الدول الامتحانات ديال البكالوريا تلغات. فهذه شجاعه سواء من المسؤولين ديالنا او حتى يعني باش نعطيو قيمه اكثر للبكالوريا ديالنا وتكون دائما كتخاد باستحقاق يعني، وهذا مهم جدا. ولكن ظروف كانت صعبه جدا وتنقص لهم شي شويه من الدروس، يعني عندهم غير 70% ديال الدروس اللي غادي يوجدوها وهذا، ولكن كاين واحد المجموعه ديال المعلومات اللي غادي تعطيوها انتم الاخصائيين باش يدوزوا هذه الامتحانات هذه في يعني في ظروف اللي هي جيده. اولا بالنسبه بالفعل كانوا ظروف خاصه ديال تهيئ الامتحان. الان يعني على بعد عده ايام قليله جدا باش اننا نوصلوا للامتحان، ما بقيناش كنتكلموا تماما على واش ظروف صعبه او لا ظروف صعبه. الان احنا امام الامتحان، لا ديرنيغ لين دووات. يعني في هاد الايام القليله المتبقيه شنو خصني ندير؟ خصني اول حاجه خصني نتعود على انني نفيق في الوقت المناسب باش انني نمشي ندوز الامتحان. يعني ان مجموعه ديال التلاميذ الان هما ولفوا انهم ربما كيبريباريو بالليل، كيديروا التهيئ ديالهم بالليل، الامتحانات غادي يجتازوها من 8 الصباح حتى ربما 4 او 5 ديال العشيه. كتقل من سيمانه يعني في هذا الاسبوع الجاي. نعم، بقات لهم ايام قليله يعني اقل من 4 ايام، يعني ما يمكنش اننا غادي يبقاو انهم مازال كيوجدوا مازال كيبريباريو. الان كنوقف هذا التوجد وهذا لا بريباراسيون، شنو كندير؟ كنولي كنحاول نمرن راسي على ظروف الامتحان. شنو هي ظروف الامتحان؟ نفيق في الصباح بكري، ثم انني نجلس في واحد البلاصه اللي غادي نراجع فيها فقط ما سبق ان يعني ذيك الاشياء اللي انا هضمتها وحصلتها، وهذا يعني ما بقاش الوقت ديال انني الان نمشي ندير تمارين جديده وندير مستخلصات ديال الامتحانات الى غير ذلك. ثانيا الامتحان غندوزو بوحدي، مجموعه ديال التلاميذ الان في فتره ديال التهيئ، فكانوا كيتصلوا بالاصدقاء ديالهم، كاين فيهم اللي كان كيتلاقى مع الاصدقاء ديالو باش انهم يبريباريو الى غير ذلك. الامتحان غادي تجتازو بوحدك، وبالتالي فانا الاوان انني نشوف راسي واش انا قادر انني نديفلوبي لا كونسونتراسيون ماشي لاتونسيون، يعني واش انني قادر انني ندير التركيز اكثر من الانتباه. لان يعني الانتباه كيقتضي ان معلومات كتجيني من الخارج، ولكن التركيز كيقتضي انني نجبد هذيك المعلومات اللي عندي لداخل ونحطها. ثالث شيء اللي هو مهم جدا، الان الاباء والامهات محتاجين انهم ما يبقاوش ينظموا وليداتهم اكثر. لا خصك تمشي تقرا، لا خص بالعكس، الان احنا محتاجين لواحد الدعم نفسي ودعم اللي هو فيه 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 حب، فيه حنان، فيه عده خصال اللي غادي تخلي ان هذاك التلميذ ما يبقاش يحس بالخطر. قبل قليل قلتي واحد الكلمه، قلتي بان راه كانت الظروف صعبه والان هما شجعان اللي هما غاديين هذا، ولكن ما بغيناش ان هذا الخطر يتجسد في التصرفات ديال الاب والام داخل البيت في هذه الايام القليله المتبقيه، لاننا هكذا غادي نوقفوا لهم واحد الدماغ اللي هو اللي محتاجينه الان. يفكر مزيان ويدير الاختيار الصائب ويجاوب على الاسئله، وغادي اون فا ديكلونشي، غادي نفيقوا واحد الدماغ اللي هو ما كيخدم الا في وقت الخطر. ايل فا ستريسي. دابا مثلا في الدار باش نكونوا عمليين، شنو يقولوا الوالدين ووليداتهم باش يعاونوهم؟ لان تقريبا هذه المساعده اللي تقدر تكون في البيت.
كاينين بعض الوالدين اللي يجيدون فن الخطاب، يعني عندهم الكلمات الجميله اللي قدر اي كلمه جميله اللي هي كتقدر انها ترفع من المعنويات ديال الواحد فنعطيوها لهم، ولكن كاينين اباء وامهات اخرين اللي ما كيعرفوش يقولوا هذه الكلمات. فاحسن شيء انه يدعي مع وليداته وما يبقاش يهضر معاهم بزاف. نعم. النصائح الان الغير مجديه اللي هو مجدي نتفادى النصائح في الوقيته. اكزاكتوم. ثم كاين واحد المساله اللي مهمه جدا في الليل، يعني حنا كنعرفوا بان في الان كل شيء لي نيغوسيونس كياكدوا بان الدماغ ديالنا كيتبدل من الخدمه ديالو بالنهار حتى لليل، باش ملي كنوصلوا لليل عندنا واحد الاشتغال ديال الدماغ اللي هو جد خاص نستغلوه. ينعسوا قبل ما الناس، وانا وانا في لا بيريود دو سومنولونس، وانا كان يعني كيديني النعاس، فكناخذ هذوك لي فيش لي صايبت ديال الدروس ديالي، الخطاطات لي صايبت ديال الدروس ديالي، وغير نطلع عليها. ما كنعنيش انني خصني نفهمها ولا نطرح اسئله ولا هذا، لا فقط انني كنشوف. واخر حاجه الى جات على خاطر اخر نعم اخر حاجه راه ملي كنشرح لواحد الشخص اخر فانا كنتعلم اكثر واكثر. لو طو دابرونتيساج يل باس عزيزه، شوف كيدوز من 30% ل 90%. يعني انني واحد الدرس ولو انك انت ما عندك ما ديري به، وهذا الدرس انا عندي به اهميه كبيره، شنو غادي ندير؟ غادي نجي عندك وغادي نقول لك عافاك تعطيني واحد الخمسه دقائق 10 دقائق نشرح لك. فملي كنشرح لك فسبحان الله العظيم يعني الدماغ ديالي كيتفتح بواحد الطريقه كبيره بزاف، كيتستف بواحد الطريقه رائعه، فيغتنموا الوليدات اللي عندهم خوتهم اللي عندهم الاب ديالهم الام ديالهم في الدار يشرحوا لهم راهم غاديين يستفدوا. رائعه الفكره ويستغلوها اكثر الوليدات. نعم. اللي عندهم مازال ان شاء الله الامتحان في لاغونتخي في سبتمبر. Exactly. يعني ديال الاولى باك. Exactly. عندهم في شهر تسعود ان شاء الله، وكذلك واحد المجموعه ديال المستويات الجامعيه اللي مازال حتى ما غاديين يدوزوا. نعم. في شهر سبتمبر. شكرا لك بزاف دكتور عبد الهادي، هذه العشيه غادي ناخذوا افكار اخرى. قلتي لنا نتفاداو النصائح في هذه الفتره، مي ناخذوا افكار اخرى الاب والام. نعم باش فوالا نساعدوا الوليدات اللي هما الان على ابواب اجتياز امتحانات البكالوريا، واللي كنتمناو لهم التوفيق جميعا. شكرا لكم. دونك من جوج ونص حتى لربعه مباشره على امواج راديو دوزام. الى اللقاء.